عادت مصر التأكيد على موقفها الرافض جملة وتفصيلا لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، وتعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع. أكدت وزارة الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسؤوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للمادة 49 من اتفاقيات جنيف، مطالبة إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.